لو حد من أهلها راح بلغ إن هي مختفية، ممكن جدا يعملوا تراكينج على الموبايل ويعرفوا هو كان فين ومع مين. تراكينج ليه؟ ملكة إنجلترا مختفية؟ دي حتة بت سمعتها زي الزفت وطفشانة من بيت أهلها وعايشة لوحدها، تفتكري مين هيسأل عليها؟ وحتى لو ده حصل وأهلها راحوا بلغوا إن هي مختفية، أنا برضو عاملة حسابي. من أول لحظة بدأت أخطط فيها للموضوع وأنا مرتبة إزاي أفتح موبايل البت دي من غير ما حد يكشفني. أول مرة فتحته كنت في بيتها، عملته على الايربلين مود، فبقى كأنه حتة حديدة مستحيل حد يوصل له. عشان كده فتحته تاني في البيت. اصحي وانا مطمنة عشان اغير الباسورد قبل ما اطلع في الروح وما اعرفش اخليها تفتح. عايز اغير الباسورد تري. عايز تمسكيه؟ امسكي. عايزة يبقى في كلمة مشتركة ما بيني وما بينك، تفتكري تبقى ايه؟ أمجد. يلا غيري غيري غيري، عشان انتي بعد ما هتغيري صباعك الحلو ده مش هيبقى موجود. وبعدين فتحته تاني في الشركة، وده مكان من الطبيعي إن سمر تكون فيه ومحدش يشك أبدا. دلوقتي بقى أنا فتحته تاني بس في مكان في الهو، ملناش أي علاقة بيه لا أنا ولا أنت. لسه برضه مش حاسة بالأمان؟ طب أقولك على التركية الأنقح. كل مرة كنت بفتح فيها تليفون البت دي كنت بقفل تليفوني، زي ما عملت كده واحنا جايين على هنا، قفلت تليفونك وتليفوني. عارفة ليه؟ عشان لو حد فكر انه يروح شركة الاتصالات بتاعت تليفونها عشان يراقب كانت هي على انهي شبكة هيطلع كل النمر الا نمرتي ونمرتك.